السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. كان في ناس بعتت لنا تتكلم على كلمة فلتر ويقولوا إحنا دورنا كتير في كلمة فلتر ودورنا كتير والسورسات كلها بتبقى ماتيريال إنجليزي ونفسنا ولو حتى في خيط بسيط معذرة ونفسنا ولو حتى في خيط بسيط يبسط لنا الموضوع ده. تمام، استجابة للموضوع بتاع حبايبنا. بص يا سيدي، انت كلمة فلتر ده انت عشان تفهمه في شوية حاجات انت مش هقول لك بقى روح ابدأ من ذاكر احصاء، روح ذاكر مش عارف ايه تنبؤ البريدكشن، شوف المعادلات بتاعتك الاحتمالات، شوف 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 هاري كتير ملوش لازمة. انا اديك الخلاصة ان شاء الله. هو انت تسأل نفسك كده، كلمة فلتر ده ايه تطبيقاته؟ لما انا هاجي استخدمه هيطبق في ايه؟ لما تيجي تطبقه هتلاقيه ابليكيشن كتيرة، ليه أبليكيشن كتير. الناس الدرسة التراكينج اللي هو الفيديو بروسيسنج هتلاقي أخد معاه كلمة فلتر. الناس اللي شغالة في الرادارات هتلاقي معاه كلمة فلتر. الناس اللي شغالة مش عارف في الجي بي اس شغال برضو كلمة فلتر. طب انا مش فاهم برضو انا استخدمته ليه، انا علاقته بالموضوع. طب هو اسمه كلمة فلتر. كلمة ده لو جبت عيال صغير اقول لك ده اسم العالم صاحب الفلتر، زي فورير، زي نيوتن، زي فلتر مرشح بالعربي، يعني انت بتدخل له حاجة بيخرجها لك بقى بحاجة تانية. في دخل انبوت وفي اوتبوت وفي جوه الاوبريشن بتاعته. افتكر معايا اللي هو باس فلتر والهاي باس فلتر والباند باس فلتر والعك ده كله. طب حلو قوي. طب هو اشمعنى اشتغل على مثال بالنسبه للبي دي اف دي؟ انا عايز اقول لك ان صح التعبير حفيت، طلع ايماني على ما لقيت بيبرز زي دي بتتكلم في الموضوع ده. كل سورسات النت انجليزي، في ناس بتفهمها وفي ناس مش هتفهمها او في ناس نص نص وفي، بس انا اديك المغزى تعيش انت مع نفسك بقى وده المطلوب. وتفر بقى انت عايزه في التراكينج، انت عايزه في الذكاء الصناعي، انت عايزه في معالجة الصور، عايزه في معالجة الاشارات، عايزه في الرادارات، في الاعمال الصناعية، في البتنجان، وتفر انت عايزه في ايه. بس انا هحطك على اول ايه، يلا احد يقول لي انت قاعد تتكلم بقالك ساعه. يبقى هو فلتر في داخل وليه خارج. حلو الكلام. تمام، بدا يقول لك الشخص اهو وده الجسم بتاعه او البكم اللي هيمشي، و سوري اول صوره اللي هي الصلاه رقم 5 الولد ده وده البوكيمون. واحد يقول لي الله ما فينا فيريانس باين وفينا مين، انت كده عكيت الدنيا وما انت مش هنفهم ومش عارف ايه. بص يا سيدي هديك مثال بس بسيط هتفهمه. وانا بتكلم معاك بقول لك محمد، بتقول له محمد جاي ولا مش جاي النهارده؟ هتقول له والله احتمال يجي 50%. فهرد عليك احتمال ما يجيش 50%. طيب اقول لك الاستاذ جاي النهارده ولا مش جاي؟ تقول لي يا عم احتمال 20% ما يجيش. فرد عليك او السبعين تانيين يجي صح. يبقى في احتمال ضعيف وفي احتمال قوي. خدها من المبدا ده عشان تفهم انت ماشي ازاي بعد كده استعمال كلمه فلتر. ففي احتمال بسيط واحد بس مجموع الاثنين بيديك 100%، يعني احتمال الحادث وعكسه افتكر كده معايا هيديك واحد اللي احنا بنقولها.
فانا بشتغل لك 10% و20% عشان تفهم، عشان مش عايز اقول لك احتمال 1 من 10 و2 من 10، خلينا ماشيين كده 50% و10%. طيب الشخص ده، طيب لما تيجي تتكلم على الاحتمالات، يبقى انت دلوقتي تقول لي مثلا احتمال ان الطلبه تنجح قد ايه، بتقوم تقول لي بتاخد عينه عشوائيه، ارجع معايا بالاحصاء وتعلمها وتحسب مش عارف ايه، وتقول لي اه الاحتمال العينه دي نجحوا منهم تقريبا، لقيت الورق كله ناجح، كل نسبه الناس 90% ناجحين، او كل حل المساله، يبقى انت بتدي احتمال ان الرجاله كلهم هينجحوا. تمام، خدت عينه مثلا 20 ورقه من اصل 50، لقيت العيال حلها زباله، يبقى انت قلت ان احتمال نص الدفعه يشيل الماده. فانا بتعامل مع الاحتمالات، ان احتمال حدوث يحصل او ده ما يحصلش، ودي احتمال ضعيف واحتمال قوي، برضو علاقته بالمين والفيروس. ما انت لما بيبقى عندك العينه اللي انت بتاخدها، بتاخد عينة عشوائية، يعني فاكر انت عدد السكان؟ قال لك ان جاوسيان اللي هو صاحب الفيريانس والمين، عمل لك ده شكل الجرس بتاع جاوسيان. الراجل قال لك لو انا عندي اي قيم عشوائية بتاخد المنظر ده، لو انت حسبت مثلا اي قيم، اي نواتج تجربة، مثلا الطلبة اللي جايبين امتياز واللي جايبين مش عارف ايه واللي 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 واللي، بتلاقيهم لازم ما بين البنين جزء جايب امتياز وجزء ضاد جيم او جيد، وفي في النص اللي هو ايه، اللي هو الوسط بين الاتنين. فقال لك ان لو عندي نتائج مجموعة من عشوائية، انا بقول كده قيم متوسط القيم بتاعها اكيد بيبقى نص المجموع ده على عددهم بيجي هنا، وتباعد القيمة عن المين بسميها الفيريانس. لاحظ ان القيمة دي مش زي دي، القيم كده بتتباعد، القيم اما القيم هنا بتقرب. هيفيدني بايه الكلام ده؟ هيفيدك بايه؟ ان انت من الشكل ده هتقدر تقول ده في 20% ان الطلبة تنجح، وفي 90% ان الطلبة تنجح، يبقى في نسبة قوية ونسبة. يبقى انا من خلال تجربة ما بقدر ارسم نواتج التجربة بتاعتي، لقوها، مش انا اللي لقيتها، لقوها انها عاملة زي الجرس، على اليمين قيم وعلى الشمال قيم، وعندك المتوسط بينها. طبعا لما تكون القيم قريبة احسن، لما تكون القيم بعيدة بيسموها لو تفتكر معايا معامل الارتباط، ان القيم قريبه من بعض، اللي جايب جيد جدا جنبي جيد، جنبي بين الاتنين جيد مرتفع، او بيسموها زي ما يسموها مبدا الاحصاء. طب برضو انت قلت لي برضو ايه علاقه ده بكلمه فلتر؟ ما انت لما اجي اقول لك انا اخدت عين عشوائيه، انا بخمن، انا بتوقع، بقول لك ان اخدت عينه كده باي لك احتمالهم، فاحتمال، يعني انت عمرك ما هتعرف تجزم، انت عمرك ما هتعرف تقول ده 100% هيساوي كذا. والدليل لما انا سألتك قلت لك هو المدرس جاي، انت قلت لي لا ده هو 20% ممكن يجي و70% ممكن ما يجيش، فانت ما اجزمتش. الاستاذ ما اتصلش عليك وقال لك انا جاي، انا مش جاي، ده انت تتوقع. طب ايه علاقه ده برضه في كلمه الفلتر يا بني ادم؟ ما انت ما تسألش، ما انت الوقت انت بقول لك انت شغال بريدكشن، تتوقع حاجه، يبقى لازم يكون معاها في ديلها احتمالات، في ديلها منو فيريانس قيم. ايه بقى كلمة الفلتر؟ لما اجي اقول لك مثلا الجثه اللي ماشيه دي، بلاش نظام العربيات، اجيب لك من الاخر بقى عشان الفيديو مش هيطول عن 10 دقايق. ادي عربيه هي ماشيه ورايحه الحته دي، بقول لك العربية دي ماشية بسرعة كذا ومسافة كذا، تعرف تجيب الوقت اللي مشيت فيه؟ سهلة، جبت عيال صغير هيحسب لك سرعة تساوي مسافة على زمن، مطلع البتاع وقال لك فعلا وصلت الحتة دي، منطقة الحتة دي. طب ايه علاقة ده بكلمة فلتر؟ كلمة فلتر يوم يقول لك ايه بقى؟ عارف الجي بي اس بتاع التليفون بتاعك، بتاع الجهاز التليفون،
في شغال على كامل الفلتر. ازاي بجد؟ والله اه والله موجود في الاقمار الصناعيه. اه موجود في الاقمار الصناعيه جهاز كامل الفلتر ده. ده بيعمل ايه؟ جرب وانت قاعد في العربيه كده وشغل جي بي اس بتاعك وطلع السرعه بتاعت العربيه، السرعه اللي ماشيه بيها، هتلاقي 60 كيلومتر. روح بص على عدد السواق بتاع عربيه الراجل اللص، تقول له يا اسطى معلش انت العدد قاري عندك الوقت كام؟ هيقول لك قاري 65 في المية، قاري 65 كيلو. يعني ده ماشي 65 اللي هو الفعلي. انا بكده بقى، انا كده بقى بدات الشغل بقى، انا كده بقى بدات الشغل، بدا الفعلي اللي قدامي. اما ده ما ينفعش اقول ده فعلي، ده القمر الصناعي هو اللي عمل له استيميشن. انا سامع واحد بيقول استيميشن، اقول له انت كده بدات تفهمني. يبقى في حاجه اسمها ميجر، مقاسه، او اوبزرفد. هتسمع كده الالفاظ دي في الايمج والفيديو والرادارات، وحاجه اسمها استيميتد او بريدكشن. خط مش حلو بس يلا. فلما قال لك العربيه، قام قال لك الشخص ده بقى هو هنا بدأ بسرعه 10 متر انيشال بوزيشن، يعني ال 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 البدايه بتاعته 10 كام مسافه 10 متر. بيحسب من اول صفر، امشي من اول صفر، ارجع ارجع بقى بالورقه، خلي بالك، شوف شوف، هو بدأ من الاول اهو، بدأ انيشال ومشى مسافه بوزيشن، انا عايز اعرف مشى قد ايه، ومش شوف شوف مشى قد ايه كمان. انت بتحسب اهو، يعني شوف انت ماشي اهو من عند الوده للوده مشى 10 متر، بعد شويه مشى شويه ما اعرفهمش، مشى شويه هنا هنا، انا عايز اعرف لو هنا هيبقى يوصل لقد ايه. طب لو هنا يبقى قد ايه، حط لك علامه استفهام، انا عايز اعرف هو مشى في الحته عند قد ايه. بدأ هنا وهنا وهنا وهنا. تعرف تعمل لي استيميشن الحوار ده؟ قال لك بقى عشان ننجز الوقت، الوقت دخلنا في 12 دقيقة، هتقرأ البيبرز ده هتفهمها صدقني. قال لك بص، في حاجة اسمها رادار بوزيشن. الرادار بوزيشن جاب لك القيمة دي، والميجرد جاب لك القيمة دي. عايز تفهمها بالمثال ده ماشي، عايز تفهمها بمثال عربية ماشي، ده عربية اهي. في سرعة هتبقى ميجرد، وفي سرعة استيميتد. استيميتد دي جاية منين؟ من جي بي اس. بس على أرض الواقع ما بستخدمش جي بي اس، لو أنت عندك سفن أو مش عارف إيه بيستخدم الرادار. فطبعا ليه ده ليه فيريانس من الرادار، وده الفعل. والفعل ده حسب ازاي؟ ما انا قلت لك انت ما عندك العربيه، انت راكب فيها نفسها، راكب فيها نفسها، فانت عارف سعرها. طب هو هنا هيحسبها ازاي؟ هيحسبها عن طريق المسافه، المشي مسافه قد ايه، وقت قد ايه، واحسبها. طب ده اللي هيجيب لك ده الرادار، شغل ايكويشنز برضه في الرادار اللي هو دوبلر افكت والحاجات دي كلها. عشان بس انا بنجز الوقت، انا بس عايز اوصل لك لحاجه. وده جاب مسافه وده جاب مسافه، يدخل على كلمن فلتر، انبوت بتاع كلمن فلتر. قلب معايا الصفحة كده عشان نكسب وقت، قلب معايا كام الفلتر ده هنا وده هنا. لا ان انا عندي رادار بوزيشن، لما استخدمت الرادار قال لي ده ماشي 15 متر، ولما استخدمت الاستيميتد بيسموها، المفروض انا ما اسمهاش استيميتد، المفروض يسمها الميجرد، 16 ونص، بعد 1 ثانية. طب اخد 15 ولا 16 ولا 16 ونص؟ زي ما قلت لك، ببص على السواق لقيتها جايب لي سعر، جايت بسرعه كذا، وبالجي بي اس جايب لي حاجه كذا. جابوا لك بقى ايه شويه اهو، رسم لك كيرف كده الفيريانس، وهنا المين، الاحتمالات. ليه احتمالات؟ لما انت دخلت هنا في الاحتمالات هتسالني تاني السؤال، ما انت عارف انت بتعمل ايه. انا دلوقتي انا بقول العربية تبقى هنا بعد كذا وهنا بعد كذا، بس في احتمال ان هنا توصل واحتمال ان هنا توصل، لازم غصب عني ادخل الاحتمالات. طيب واحد يقول لي طب انا لقيت في معادلات وفي مش عارف، يا بص ما تحفظش معادلات،
المعادلات محفوظة ومثبوتة وكلها تعويضات تافهة، ولو بتشتغل بالماتلاب هي بتدخلها وبتدخل له الثوابت ومش عارف ايه، وهو يشتغل مع نفسه. الكالمن جين حاجة اسمها، لازم كل حاجة فيها كالمن جين، اللي انت حسبتها، اللي انت حسبتها على ايه، على المقاسة، ويبدأ يحسب لك الحسابات دي كلها. امشي العك ده كله، بدأ يقول لك في معادلة اهي، في معادلة كده هعوض عنها هيطلع لها لي كام تقريبا، ده ماشي مع كذا وده ماشي مع كذا. القرار لمين؟ يبقى ده كلمن فلتر، ده الخارجي بتاع كلمن، يبقى ده فلتر ولا مش فلتر؟ فلتر. دخلت له حاجتين طلع التالت. طب المعادلات، انت ما شرحتش المعادلات. ما مش معادلات، انا قلت لك اول ما يجيب لك معادلات، انت عارف انها ثوابت وبتدخلها عاديه، هتدخله السرعه الابتدائيه والسرعه النهائيه ومش عارف ايه والبوزيشن واللي 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 الحاجات دي كلها في الاي سي، هي اللي بتعمل لك الحاجات دي كلها. اللي خلى العربيه انها تحسب وانا قاعد بجيب مثلا 60 كيلو، وعدد العربيه قدامي هيجيب لي مثلا 50 ونص كيلو، ده حسب عن طريق ايه وده حسب عن طريق ايه، فاهمني؟ دي جاي عن طريق جي بي اس ودي جاي عن طريق الميجر. يبقى ميز بين الاثنين في حاجه اسمها قيم اوبزيرفت قدامي بحسبها على ورقة، وفي قيم تانية أنا بعمل لها استيميشن جاية من رادار، جاية من بي تي إساية محطة، جاية من جي بي إس، هو بيبقى ليه حساباته الخاصة فوق، وببدأ أعمل مقارنة ما بين ده وما بين ده، وبعديها على كلمن فلتر. بيفيدني في إيه بقى؟ في الفيديو تراكينج ده اللي هنتكلم عليه بصفة عامة، أو هنمهد له، إن أنت بتبقى عندك مثلا التطبيقات اللي فيه بدأ يقول لك مثلا تطبيقاته في الأقمار الصناعية، وفي جزء خاص بالتراكنج اللي على الناس اللي عايز تتكلم. فضلت ماشية كده ماشية كده ماشية كده، غابت شوية، هو كان من الفلتر يقول لك طب هي كانت ماشية بسرعة ايه، كان موضعها ايه قبل ما تختفي، هتتدخل له السرعة والسرعة اللي ماشية بيها ايه، عشان يقدر يقول انها هتكمل المسار ده. ما ممكن تمشي كده، بس نتيجة ان هي ماشية في الفريم اللي قبلها بسرعة كذا والفريم اللي قبلها بسرعة كذا، هتخلي انت اخترق على الموضوع ده، هتخلينا نكمل على المسار ده. اشوفكم خير ان شاء الله، واسف تحت امركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.